معنا بتجربة اليوم أكبر سيارة دفع رباعي بتقدر تحصل عليها من إنفينيتي، وهي الإنفينيتي QX80 يلي حصلت على فيس ليفت لسنة 2018. الQX80 بتنافس بأسواقها مع سيارات مثل اللكزس LX570، الكاديلاك إسكاليد واللينكن نافيجيتر، وطبعاً النسخة الأصل من هاي السيارة وهي النيسان بترول LE بلاتينوم. يلا خليني أعرفكم أكثر على QX80 بموديل 2018، وكالعادة لا تنسوا أنه تشتركوا بقناتنا هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشاهدوا آخر تجاربنا دائماً. هاي السنة عم تحصل QX80 على فيس ليفت بس، يعني شكل السيارة بشكل عام هو نفسه من الموديل السابق، ولكن التغييرات الملحوظة موجودة بمقدمة السيارة، بدءا بالشبك الأمامي اللي هلأ هو عم بتبع لغة تصميم باقي عائلة إنفينيتي، مع الخطوط المموجة بمنتصف الشبك وإطار الشبك المقوس، طبعا مع استخدام لكروم كتير بمقدمة السيارة. وكمان عم نحصل هالسنة على إضاءة أمامية LED بالكامل، مع إضاءة ومصابيح نهارية LED وكشافات ضباب LED كمان. ونسخة QX80 اللي معنا اليوم عم تيجي بهاي الجنوط الرائعة اللي هي بقياس 22 إنش لتضيف لهيبة وفخامة هاي السيارة العملاقة على الطريق. أما بالخلف فأيضاً عم تحصل QX80 على إضاءة LED بالخلف، وخط كروم بمنتصف السيارة بيحمل اسم إنفينيتي، وأيضاً حماية معدنية لعتبة باب الصندوق الخلفي اللي هو طبعاً بيفتح كهربائياً وأيضاً من المفتاح. وبداخل QX80 لازم أبدأ أول شيء بنوعية المواد المستخدمة، فالفخامة هون عالية جداً. عندنا جلد مستخدم على التابلو أمامك وبكل أنحاء المقصورة، وأيضاً طبعاً على المقاعد. عندنا كمان في خشب مستخدم على التابلو، على الأبواب قدامك بمقصورة السيارة، وأيضاً على مقود السيارة في خشب وجلد. وطبعاً هذا الجلد كمان عم بيحمل حركة تصميم حلوة كتير، وهي إنه عم بيحاكي حركة الأمواج الموجودة بمنتصف الشبك الأمامي على مقاعد الجلد وعلى الأبواب بالأمام وبالخلف. وأيضاً من ناحية المواد الثانية المستخدمة بالسيارة، فأنا حاولت أن ألاقي أي بلاستيك خفيف مستخدم بالسيارة، ولكن هذا صعب كتير. حتى هون بالأسفل على الصناديق الموجودين بالأبواب في عندنا مواد طرية مستخدمة. وهلأ نيجي على التصميم. بصراحة هون عندي ملاحظة، فالتصميم الداخلي لسيارة الإنفينيتي QX80 بال 2018، وصراحة توزيع الأزرار بلش شوي يبين قديم. ياريت إنه إنفينيتي فعلا تشتغل على تصميم جديد ويعطينا شوية حداثة أكثر، ويمكن يميز السيارة كمان عن النيسان بترول بلاتينوم. ولكن طبعاً هذا القدم بالتصميم ما بيقلل أبداً من جودة تصنيع هاي الأزرار، فأنا متأكد إنه هاي السيارة نفسها راح تلاقيها بعد 10 سنين مع نفس الأزرار وكلهم بيشتغلوا 100% وبشكل ممتاز. هلأ خلينا نيجي، مدام تكلمنا عن الأزرار، خلينا نيجي على الميزات والتجهيزات الموجودة بالإنفينيتي QX80، وهم مثل ما بتتوقعوا أكيد لائحة طويلة. فنبدأ بإمكانيتك تشغيل السيارة من المفتاح، طبعاً إمكانية الدخول وتشغيل السيارة بدون ما تستخدم المفتاح، وطبعاً عندنا نظام ترفيه إنتاتش من إنفينيتي اللي هو بيجي مع شاشة لمس 8 إنش، فيه طبعاً نافيجيشن واتصال بلوتوث للموبايل. ولكن الشيء اللي ما عم نحصل عليه هو أي دعم لأبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، وأنا استغربت شوي إنه ما حصلنا عليه بموديل 2018، وأيضاً شوي النظام هذا فيه بطء بالاستجابة لما تغير أنت وتتحرك بين القوائم المختلفة والأوامر المختلفة. طبعاً تحت الشاشة أيضاً عم تجينا إذا أنت مش حابب تستخدم إيدك باللمس على الشاشة، في عندك هاي الأزرار اللي هي بتوصلك على كل القوائم الموجودة بالشاشة كمان بشكل مختصر، وفي قرص بتقدر تستخدمه كمان للتحرك بين هاي القوائم. وطبعاً تحت هيك بتيجي عندنا ساعة إنفينيتي اللي بتميز كل سيارات إنفينيتي، مع أزرار التحكم بالنظام الصوتي واللي هو عم بيجي من شركة بوز ب 15 سماعة منتشرين بأنحاء السيارة. وتحتهم طبعاً عندنا نظام التكييف الكلايمت كنترول اللي هو بهاي السيارة
ثلاثي المناطق. وعندنا أيضا بالسيارة هون تحت في عندنا فتحتين لشحن الموبايل USB طبعا، وعندنا في تحكم للتدفئة أو التبريد الموجودة بالمقاعد الأمامية، وفي عندنا زرين بيسمحوا لك بأنك تطوي مقاعد الصف الثاني وأنت جالس بالأمام بدون ما تنزل من السيارة، لحتى تسمح لحدا يطلع لصف المقاعد الثالث بكل سهولة. وطبعا عندنا على المقود هون عم نحصل على أزرار التحكم بالنظام الصوتي وأيضا نظام الاتصال البلوتوث. وأمام السائق عم نحصل على شاشة صغيرة بين العدادات، كمان تمنيت لو إنهم كبروها شوي وغيروا طريقة عرض المعلومات عليها لتتماشى مع 2018، ولكن إحنا عم نحصل عليها. وأيضا عم نحصل على أزرار تغيير هاي المعلومات والتحكم فيها بمكان غريب شوي، صعب التحكم فيه وإنت عم تقود السيارة لأنها هون موجودة بأعلى لوحة العدادات. طبعا بالناحية الثانية من المقود عم نحصل على أزرار التحكم بنظام تثبيت السرعة الكروز كنترول، واللي هو أدابتف بهاي السيارة، يعني مع رادار، فبيترك مسافة مناسبة بينك وبين السيارة لقدامك. وطبعا في عندك بالسيارة أيضا إبقاء السيارة بالمسار وتنبيهك لما تخرج من المسار، وأيضا تدخل لما أنت تخرج من المسار وإعادة السيارة لمسارها. وطبعا كمان السيارة عم تيجي مزودة بنظام تنبيهك بالنقطة العمياء بضوء موجود فوق سماعة البوز هون داخل السيارة، بدل ما تكون على المرآة الخارجية. أنا ظنيت أنه موقعها شوي غريب، بس تتعود عليه مع استخدام السيارة بشكل مستمر. وطبعاً بما أنه السيارة مزودة بحساسات بالأمام وبالخلف، وبكاميرا طبعاً أمامية وخلفية وكاميرات على الجانب، عم نحصل على رؤية 360 درجة على الشاشة حول السيارة. هذا بيساعدك طبعاً على صف هاي السيارة الكبيرة، وأيضاً في نظام بيساعدك على التوجيه بالصف، مش تحكم أوتوماتيكي بالصف، بس هو بوجهك على طريقة صف السيارة بشكل جيد. وأيضاً السيارة إذا حست أنه أنت وعم ترجع من الخلف انه راح تصطدم باي عائق، راح تتدخل اوتوماتيكيا بالفرامل. ولاختم لكم كل هاي الانظمه المساعده، فالمراه الموجوده هون داخل السياره بسموها انفينيتي مراه ذكيه. ليش؟ لانه بمجرد ما انا احرك المقبض خلفها هيك، بحصل على الشاشه عم تظهر لي الكاميرا الموجوده بخلف السياره، باعلى خلف السياره. وطبعا هذا مفيد كثير لما يكون في عندك ركاب كتير بالسيارة وانت محمل اغراض عالية عم بتعيق الرؤية بالمرآة العادية. اما هون بصف المقاعد الثاني، فبدي احكي عن شغلة واحدة، هي المساحة، بعدين المساحة، وبعدين المساحة، لانه فعلا المساحة اللي عم بحصل عليها هون بالخلف رهيبة جدا. يعني شوفوا قدي في مساحة قدام رجلي، وبقدر امد رجلي بكل راحة، وفوق راسي المساحة ممتازة جدا، مع انه وضعية هذا الكرسي اللي قدامي ايضا وضعية مريحة كتير لقيادتي للسيارة. وطبعا ليتزيد هاي الراحة، انت بتقدر بكل سهولة تميل ظهر الكرسي الموجود هون بصف المقاعد الثاني. اما بالنسبة لصف المقاعد الثالث، فانا وجدته ضيق شوي لناس بالغين، خاصة انه الارضية السيارة عم ترتفع معك، فانت ما عم تجلس بكل راحة وانت مادد اجريك بكل راحة، خاصة اذا الاشخاص اللي قدامك ميلوا ظهر الكرسي شوي. اما بالنسبه للتجهيزات اللي عم نحصل عليها هون بالخلف، فطبعا عندنا شاشتين للمالتي ميديا، كل واحده بقياس 8 انش. وطبعا عندنا ازرار هون للتحكم بنظام التكييف الاوتوماتيكي الكلايمت كنترول بالخلف، اللي بتيجي فتحاته هون بالسقف. وايضا عندنا مخرجين لشحن الموبايل ومخرجين للسماعات، لحتى تقدر كل راكب هون بالخلف يشاهد اي مالتي ميديا موجوده امامه بالشاشه. والأختم الميزات أيضا بالسيارة بشكل عام هون بالخلف، إنه في عنا هون بالخلف زر بقدر أفتح الصندوق اللي بالكونسول الوسطي، اللي هو عبارة عن صندوق مبرد لحتى الأولاد ممكن يمدوا إيدهم ويأخذوا أي عصير أو أي مشروبات موجودة ومبردة داخل. أول دقيقة راح تجرب فيها قيادة الانفينيتي QX80، راح تحس كيف انفينيتي ركزوا على الراحة والفخامة بالقيادة بهاي السيارة. فأول شيء أعطوك مقود خفيف كتير بيساعدك على المناورة بهاي السيارة اللي هي حجمها كبير طبعا بكل سهولة داخل المدينة أو على الطرقات العامة. وطبعا تعليق السيارة عم بيجي باليوني مناسبة جدا لحتى يخفف ويخفي أي تعرجات موجودة عندنا على أي طريق.
ولكن لا تخلي هاي الراحة والفخامة والهدوء يخدعك، لأنه هاي السيارة مزودة بمحرك V8 عم بيولد 400 حصان و560 نيوتن متر من العزم. وهذا تخيلوا عم بيسارع هاي السيارة اللي وزنها 2.7 طن ل 100 كيلومتر بالساعة بأقل من 7 ثواني. هذا المحرك عم بيعطيك قوة وعزم وقوة جر بهاي السيارة، تحتاجها فعلا بهيك سيارة بهذا الوزن وبهذا الحجم. ولكن الشيء اللي ما عم نقدر نحصل عليه، واللي طبعا هاي الراحة والهدوء والفخامة بالقيادة خلتنا ما نقدر نحصل عليه، هو قدرة المناورة بهاي السيارة بسرعات عالية بالمنعطفات. فالسيارة فيها بودي رول عالي كتير مثل ما احنا شايفين هلأ بمنعطف، وانا حاسس جدا بالبودي رول بالسيارة، مع انه هاي السيارة التعليق الهيدروليكي المزود عليها فيه نظام ذكي بيقدر يحدد قديش السيارة فيه ميلان بجسمها، وبزيد الضغط بالتعليق لحتى يخفف من هذا البودي رول. ولكن ليحافظوا طبعا على مستوى الراحة والفخامة اللي تكلمنا عنه، ما قدروا يتخلصوا من هذا البودي رول بشكل كامل. وأما إذا فيك عندكم تساؤل عن قوة السيارة وقدرتها على الطرقات الوعرة، فبكفي أنه أقولكم أنه هاي السيارة طبعا مزودة بنظام دفع رباعي، هو نفسه اللي بنحصل عليه بالنيسان بترول، وهي شهادة كافية لقدرة الانفينيتي كيو اكس 80 على الطرقات الوعرة وبالصحاري. تسارع رائع من هذا المحرك. الانفينيتي كيو اكس 80 2018 سيارة دفع رباعي لثمان أشخاص، قوية جداً، فخمة جداً، مع تجهيزات ممتازة جداً. ولكن أنا برأيي أنه الإنفينيتي لازم يشتغلوا أكثر على تصميم المقصورة بالداخل، يحددوا التكنولوجيا المستخدمة بالسيارة ويميزوها شوي عن النيسان بترول، لحتى أقدر أنه سعرها اللي بتراوح بين 369,600 ل 402,150 درهم إماراتي فعلاً بستحق أني أختارها على شقيقتها النيسان بترول بلاتينم. أرجو أن تكون عجبتكم تجربتنا اليوم، وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.